مع النادي ومع سياسه لا النادي. لا مع النادي، سياسه النادي. اي مدرب يتاقلم في النادي الاهلي، لعيبه الاهلي مختلفه وعلاقتها كويسه بالمدربين حتى اللي بيلعب او ما بيلعبش، الناس متقبله. فايلر عنده يمكن سياسه مختلفه شويه عن كارتيران، ان فايلر تديني في التمرين 100% العبك، ما تديش تديه في التمرين 90%. مفيش حاجه اسمها بتاع ماتشات وبتاع تدريبات، الموضوع ما عندوش المفهوم ده خالص. وتعلمت معاه حاجه ثانيه، يعني التدريب اساسي بالنسبه له، ده اساسي، ده اساسي. وبرده يعني مباشر قوي، يعني انت واضح كنت وحش الماتش ده مش هنزلك الماتش الجاي، لو فضلت بالطريقه دي ما تجيش مش على لعيبك. يعني كارترون ما بيعملش كده. كارترون الحته الانسانيه كارترون ممكن يخلي اللعيبه تنزل تتحرك اكتر. ده صح وده صح، دي مدرسه ودي مدرسه، ده مش انتقاد لحد منهم. يعني فايلر بيؤمن بكره القدم الحديثه العصريه، لازم كله يتحرك، المدافع بيهاجم والمهاجم بيدافع. ولذلك تبص حتى تلاقي ممكن نازل مره لعيب وينج، مره تاني نازل راس حربه، ممكن يلعبه بعد كده تحت راس الحربه في مركز نمره 10. يعني هو عنده مرونه تكتيكيه، عنده مرونه تكتيكيه وعنده دايما حلول، وما بيوقفش على لعيب. يعني لعيب مهم اتصاب، هو بيعرف يجيب الاصابات، مش بتمثل له ازمه طبعا، بتضايقه بس ما بتمثلوش ازمه، عنده حلول. مع كارتيرون جينا فتره عطلنا، كان في في مشكله فعلا. ده برده مش انتقاد لكارتيرون، كان الاصابات عنده وقتها كانت كتير، الظروف كانت كده، كانت ظروف كتير. بس فايلر بيعرف يوجد الحلول. يعني ممكن بيفاجئك كده، حط لعيب مش في حتته وكان بيشتغل عليه في التمرين بشكل معين، وبيحفظ جمل كتير. يعني يقول لك ان تروح وترجع وتقفل مساحات يعني ده فايلر. على المستوى مع اللعيبه اعتقد الاثنين اللعيبه متقبلين الاثنين، اعتقد من الجانب النفسي تحديدا، لان الجانب النفسي ده بيفرق مع اللاعب مثلا، كيف او ازاي بيكون التعامل ما بين مستر فايلر واللاعبين في الجانب النفسي مثلا. لا هو عشان عاملها بالتخصص، الجانب النفسي ده مش بتاعه، مش هو اللي بيقعد يتكلم مع اللعيب. كويس. يعني في شعيب ده مغربي سويسري موجود معانا، يعني ممكن بيقعد يتكلم. هو عشان كده بقول حاجه، جاي بفريقه يعني، جاي واحد مساعد ليه ديفيد، وبكل واحد اختصاص، واحد بتاع احمال واحد بيشتغل معانا. طبعا كابتن مع كابتن سامي قمصان طبعا، هو المساعد، وعندنا استاذ احمد سليمان، كابتن احمد سليمان عشان المحلل الاداء، وماشي بالمنظومه، وبيدي كل واحد حتته ما بيتدخلش فيها. بيتعامل معايا ان تجمعني بيه صداقه يعني على المستوى الشخصي، يعني فعلاقتي بيه كويسه جدا. ان هو مستر فايل جدا يعني، حتى بياخد رايي في حاجات وكده يعني على المستوى الشخصي. وبرده مستر كارترون كان نفس الموضوع. بس طبعا لسه في تواصل بينك ومستر كارترون؟ لا دلوقتي صعب اقل، صعب بس لغايه قبل ما يجي بفتره. هو التواصل ممكن ما يكونش ليه علاقه بالكوره، يعني ممكن يكون تواصل بسبب الصداقه. انا حتى ما حبيتش احطه في حرج او احط نفسي في حرج يعني. بالظبط طبعا، بس الاحترام موجود وتبادل، وبدينا احنا اتقابلنا سلمنا على بعض كويس ماتش السكور. بالنسبه لفايلر، فايلر بقسم الادوار، فهو الراجل فني. يعني حتى تبص في الميديا في الاول، هو راجل يعني مش ما بيحبش يتعامل مع الميديا، يعني شايف ان الحوارات والاحاديث الصحفيه كل شويه دي مش شيء مجدي بالنسبه له. لكن بيتابع، يعني بيتابع الميديا. هو بص معلوماتي ان هو ما بيتابعش ومش عايز يعرف اللي بيتقال. لو هو بيتابع الكلام اللي اتقال عليه وقت ما جه كان ممكن يخليه ما يشتغلش، هو حتى بيقولها. يعني كنت عارف ان بيقولوا لي في انتقادات بتوجه ليا عشان سني صغير، كان بيتقال له بس لكن مش من متابعه منه خالص. وبيقول حتى ان كذا في اكونت فيسبوك معمول مش بتاعه، وتويتر الناس عاملين فيك اكونت فيسبوك وتويتر ويتكلموا مع الناس باسمهم، مش هو، مش هو مش متابع وما بيحبش. ويمكن حتى ده يعني زي ما بقول لك، هو مباشر، فساعات حتى ردوده بتضايق الصحفي. حتى التصوير مع الناس هو ما بيحبش يبقى متواجد بشكل كبير على على, على, على السوشيال ميديا. هو بيقول ده اللي بيقوله لنا على طول، يعني انا الناس هتحبني لو تاجي كويسه، سواء اتكلمت معايا او ما اتكلمتش معايا، سواء اتصورت او ما اتصورتش. ولو عملت احاديث كل يوم وجيت خسرت، الناس برده هتهاجمني. فبيفضل بيقول الحته الاعلاميه دي مش بتاعتي. هو دارس اعلام وبيعرف ازاي يتعامل مع صحفيين. عارف ازاي يكون في تواصل في الوقت امتى، وايه اللي ينفع يتقال وايه اللي ما ينفعش. بيحاول هو بقدر الامكان ما يظهرش كتير اعلاميا، بيحب يركز اكتر في الميديا. هل هو ما بيحبش يظهر في مؤتمرات صحفيه مثلا؟ يعني كان عنده اعتراض، احنا عندنا في الاتحاد المصري كل لائحه بعد كل ماتش لازم يبقى في مؤتمر صحفي، فانت تبقى موجود كمدير فني. هل هو ما كانش حابب الجزئيه دي ولا لا؟ مش حابب، لازم يحضر، راجل محترف، ما فيش حاجه ما ينفع. بس بيحضر، بس ساعات يعني التعامل مع الصحفيين، هو صحفي، هو اصلا ده الصحافه، وانا صحفي وعارف. بتيجي تسال سؤال تبقى عايز رد معين، عايز ما بيريحكش، مش بيديكش الرد ده، ما بيديكش الرد اللي انت عايز تسمعه ده، او بيجاوب زي ما هو عايز. واعتقد الدنيا ماشيه كويس لغايه دلوقتي معايا، او ما فيش مشكله، والصحفيين عرفوا طبعه وخلاص ومتفاهمين. يعني هدوءه ده مساعده بشكل كبير، يعني الناس ملاحظه قوي ان مستر فايلر هادي، حتى لما يبقى فيه اسئله مستفزه شويه من بعض الصحفيين وهم بيبقوا عايزين يطلعوا اخبار، يطلعوا معلومات، كلام من ده. فهل هدوءه ده مساعده بشكل كبير في التعامل، في ان ما حدش يزعل منه، في ان هو كميته تمشي كمان مع النادي الاهلي؟
هو طبعا فكره الهدوء ده بتيجي اكتر تركيز، هو مركز تماما، هو دايما بيقول كويس. حتى باللعيبه والافراد الجهاز التفاصيل الصغيره دي اهم حاجه، هي بتصنع الفرق. التفاصيل الصغيره اللعيب حتى وانت يعني شفت معاه حاجات، يعني بتيجي تباصي لحد من زمان اديها له على رجله او اشوي اداله على الشمال اديهاش على اليمين، يعني ادق التفاصيل بيهتم بيها. تحرك اللعيب تاخدها تلف ازاي، واحنا برده كجهاز يعني ما بيغفلش التفاصيل الصغيره. فده تبقى تركيز اكتر. يعني بعد ماتش سوبر لما كسبنا الماتش الاولاني اللعيبه بتهيص وقاعدين، حتى اتكلموا ما قعدش معانا، طلع قعد اوضته بيحضر الماتش اللي بعده على طول. يعني وطلع نام، قال لك انا مش عندي من الصبح، ودايما يوم المباراه ده بتاع المباراه، ما بيحبش يتكلم عن اي حاجه ثاني. يوم ثاني يوم الصبح بيصحى بيقعد يشتغل. فما قعدش معانا، طلع يعني بتخلص المباراه بيطلع يذاكر المباراه اللي بعديها، بيطلع يريح ويحضر ويصحى بدري يشتغل المباراه اللي بعدها. تمام. وتاني يوم مبروك قامتني نقلب الصفحه، احنا النادي الاهلي طبيعي. هو شخصيته مناسبه جدا للنادي الاهلي، هو عارف يعني ايه النادي الاهلي، وعارف يعني ايه فئه النادي الاهلي وقيمتها، وان الجمهور مش هيقبل غير بالفوز وغير بالالقاب. وبيعرف يعني يمكن برضو الفتره اللي عشناها عشت وقت كارتون، شفت حاله الحزن بعد خروجنا من بطوله افريقيا. فايلر بيعرف يطلع لعيبته بسرعه. بس طبعا زي اي مدرب في الدنيا، وهو دايما بيقول كده ان هو بيلعب 11 بس، عشان ده 11 من 30 لعيب كلهم متميزين. بيفاجئنا دايما بحاجات، والحاجات لان لغايه دلوقتي الحمد لله كويسه، يعني اعتقد ناجح جدا في الموضوع ده. بس بيقدر بيلم اللعيبه الثانيه وبيدخلهم جوه اجواء الفريق يعني. طب انا عايز